كنا بعفرين بنعيش بخير وبسلامة مثل أي مجتمع. بعد القصف التركي على منطقة عفرين نزحنا مثل ما كل العالم بتعرف، نزحنا من القصف التركي على الشهبة، نزحنا للشهبة بقينا 5 أشهر هناك نتيجة الظروف الإنسانية والوضع الصحي اللي شفناه، ومشان الدراسة، دراسة ابني، أكمل دراسة ابني، نزحنا، جينا بطريق عن طريق التهريب وبمصروف هائلة وصلنا على الجزيرة لنأمن يعني حياة، مستقبل يعني لابني، شيء مشان يقدر يكمل دراسته، شيء مشان يقدر يكمل حلمه مثل حلم أي شاب بيحب يتعلم يدرس يكمل دراسته، يعني يحقق حلمه. للأسف شديد وجينا لهون، ولبين ما استقرينا جوزي ضل هنيك بسبب الوضع الأمنية، هي صار لها 2 سنين ما شايفين بعض، بعيد عن بعض، مو بس جوزي، أهلي، أمي، كل العالم نزحوا، كل واحد صار بمطرح. نزحنا وجينا على راس العين لبين ما أمننا الوضع هنيك، لاستقرينا شوي. وذاتي نحن كل العالم تعرف صار أكثر من 2 أسبوع القصف العشوائي بأسلحته المدمرة بالفوسفور الكيماوي، هجرت المدنيين والناس صارت بالمدارس، يعني صار كارثة إنسانية هون، كارثة إنسانية. كيف طلاب هجروا من المدارس، الناس تشوهت منظرهم، يعني النازحين اللي جايين من راس العين والمدن اللي حواليه نسكنوا وين رح يسكنوا؟ أكيد بالمدارس. فلذلك الأمر المدارس اللي هون كمان تعطلت، يعني صار أكثر من كم جيل يعني انحرم من مستقبل دراسته.